حقق السناتور بيرني ساندرز تقدما باكرا لدى احتساب أصوات الناخبين في التجمعات الانتخابية بولاية نيفادا. في اليوم الأول سألغي بقرار تنفيذي كل القرارات المعادية للمهاجرين والتي نشرها ترامب. عند فرز النتائج في نيفادا كان ساندرز قد وصل إلى ولاية تكساس، حيث شدد على مطالب اللاتين الأمريكيين بالتساهل في قوانين الهجرة، وما يزيد من اندفاعاته تأييد أكثر من 50% من اللاتين له في نيفادا، وهو يحتاج إليهم كما يحتاج إلى أصوات الأفارقة الأمريكيين. تتهاوى في هذا الوقت حملات المرشحين الآخرين، خصوصا نائب الرئيس السابق جوزيف بايدن الذي تقلصت شعبيته منذ التصويت في أيوا ونيوهامشير، وهو ينتظر بعض التقدم في ولاية ساوث كارولينا بعد أيام. أنتم صنعتم هذا لي، والآن سنذهب إلى ساوث كارولينا وننتصر ونسترجع الحملة. ادعى جو بايدن بعض النجاح، لكنه في الحقيقة يتراجع أمام بيرني ساندرز ويتراجع أيضا أمام مايكل بلومبرغ. بيير غانم، العربية، واشنطن.